ابتداء هي دور الأيتام تم نقل اختصاصاتها إلى الحكومات المحلية، لذلك الوزارة تطالب الحكومات المحلية في المناطق الساخنة في تفريغ هذه الدور من أجل أن يتم إحالتها إلى منظمات دولية ومحلية لإعادة إعمارها وتأهيلها، ومن ثم استيعاب الحالات الإنسانية اللي تردنا بشكل يومي. حاليا الوزارة تقوم باستقبال هذه الحالات في محافظة بغداد، احنا نطمح في أن تأخذ هذه المحافظات دورها وتاخذ مكانتها وتبدي البناها التحتيه تستعيد قوتها ونشاطها وتستوعب هذه الحالات طبعا بالتعاون والتنسيق مع الحكومات المحليه لهذه المحافظات. نعم، بالنسبه للقروض والمشاريع الصغيره ماذا عن هذا الموضوع؟ كم شملتم من الاعداد بالنسبه لمحافظتنا؟ احنا الحالي احنا سابقا فتحنا القروض وكان التقديم بصراحه قليل جدا، احنا حاليا نصرف مبالغ القروض وفق نسب سكانيه وفق خريطه الفقر. حاليا تم فتح باب التقديم وسيكون التقديم الكتروني الى اهالي محافظه نينوى، واتصور مثل ما ذكر السيد الوزير بان هنالك 30,000 قرض سيتم منحه خلال الفتره، العفو 3,000 مشروع سيتم إنشاءه خلال الفترة المقبلة. من أولويات الوزارة حماية الطفولة؟ طبعا احنا اكيد احنا بصراحه هي الوزاره جزء من هيئه رعايه الطفوله، يعني هيئه رعايه الطفوله اللي تراسها السيد الوزير هي تضم مجموعه من الوزارات منها العمل والداخليه والشباب والصحه والتربيه واليونيسيف، هذه الجهات جميعها مسؤوله عن رعايه الطفوله. لدينا برامج ستطبق في القريب العاجل، لدينا برنامج ضمن الحماية الاجتماعية تجريبي سيطبق في شهر أيلول، هذا البرنامج سيمنح مبالغ إلى الأطفال من أجل استمرارهم بالدراسة، في حالة نجاح هذا البرنامج سيعمم إلى جميع محافظات العراق.